وأما الكلمة الثانية، واعذروني أن أكون صريحا، لأن جمعكم الطيب هذا يحثني على أن أحرص على النصح قدر استطاعتي. لا خير في علم بلا خلق. لا نجد في شريعتنا، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن العلم الذي نكتسبه هو علم نظري يسرح في الخيال لا أثر له في صياغة شخصيتك وفي صياغة هوية مجتمعك وهوية وطنك وهوية أمتك. لا نجد هذا في كتاب الله عز وجل. الآية التي تلوتها قبلا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لاحظوا ما يتصل بالعلم والتزكية والأخلاق في سياق واحد، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أثنى ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أثنى عليه في حسن خلقه حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وانتبهوا، ليس هذا الثناء مجردا من غرض شريف عزيز نبيل، وهو أن صدق القرآن الكريم يحتج له بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الثناء لا يراد منه مجرد تزكية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خلقه وحسب، وإنما يخاطب المشركون المعترضون أن صحة ما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من عند ربه جل وعلا، برهان ذلك إنما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أي دعوة أو شعار يرفع لا بد أن يصدقه العمل والخلق، وإلا كان دعوة فارغة لا أثر لها. ونحن بحمد الله تعالى نملك رصيدا خلقيا نفتخر به في هذا البلد الطيب، تاج شرف ألبسنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. فهل يجدر بنا الآن أن نخلع هذا التاج عن هاماتنا، أو أن نقتصر على ذكر هذا الثناء العاطر من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نرى ما يحصل في مجتمعنا ولدى شبابنا وذكورا وإناثا من تغيرات، ثم نأتي بعد ذلك لنقتبس هذا الحديث دون أن يكون له أثر في واقعنا؟ لا بد أن يظهر أثر ما نتعلمه وما نعرفه والثقافة التي وأثر الثقافة التي ندعيها في خلقنا، في أدبنا، في معاملتنا للناس أجمعين. فالله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، في سياق قال: وقولوا للناس حسنا، في هذا السياق يقول: وقل لعبادي، مرة أخرى يضيفهم إلى نفسه تشريفا وتكريما وتكليفا، يقول ماذا؟ التي هي أحسن. ولما وصف المؤمنين قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، حتى مع المخالف، لأنه لما قال وقولوا للناس لم يقل وقولوا للمتقين للمخلصين للأوفياء، وإنما قال وقولوا للناس، قال مع المخالف الذي يحمل العداوة، يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعود الآن إلى ما أثنى به القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم. تعرفون أن الجملة يمكن أن تكون صحيحة في غير القرآن: فبرحمة من الله،
لكن ما المصدرية هذه جعلت هذا المعنى مؤكدا، لأنه هو الثابت، هو الأصل الغالب الثابت. فبما رحمة من الله ماذا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هم؟ خير القرون أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولو كان معهم فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، هؤلاء الذين يفدونه بأرواحهم. لكن فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعدما رزئوا في معركة أحد وأصابهم ما أصابهم من الضر والقتل والجراح، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأين نحن؟ إذا كان هذا هو أصل سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، وأن لو كان على غير ذلك لانفضوا من حوله، فكيف بنا نحن اليوم مع بني مجتمعنا وبني وطننا؟ ألسنا أشد حاجة إلى أن نكون متمسكين بهذا المنهج القرآني الذي ربى عليه ذو الجلال والإكرام خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟